السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد، وإن شاء الله هنعمل النهاردة برضو وصفة كويسة جدا. بالنسبة للناس اللي دايما بتشتكي الفراخ عندها كوبسيتي، عندها إسهالات، الإسهال الأخضر، الإسهال الأحمر، الإسهال الأصفر، كل المشاكل دي، إن شاء الله هنعمل النهاردة وصفة كويسة جدا، وكمان هنزود الوزن. تمام، يعني اللي احنا بنعمله ده كله يعتبر وصفة علاجية، وفي نفس الوقت كمان بنزود الوزن معاه. نقول بسم الله ونحط لايكات كتير للفيديو، ويلا بينا كده نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة خدوا بالكم منه كويس جدا، محدش يقدم الفيديو ولا يأخر، لان النهاردة ان شاء الله في حاجات مهمة جدا ان شاء الله هتشوفها معايا. بالنسبة للناس اللي عايزة تزود الانتاج عندها ان شاء الله هتشوف الوصفة ديت. وبالنسبه للناس برضو اللي دايما بتقول انا عندي الفراخ عندها اسهال اصفر او اخضر او كوكسيديا او الاسهال الاخضر، كل الكلام ده ان شاء الله برضو هقول لكم على العلاج بتاعه. تمام، مبدئيا كده زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله انا عندي الفراخ النهارده، يعني عايز اقول لكم كده ان الفراخ كل مدى بتزيد يوم عن يوم، كل مدى الفرح في الزياده. ما شاء الله الاوزان معايا يعتبر كويسه جدا زي ما قلت لكم. بقى يمكن اللي حيشنا عن الوزن وكده ان فعلا بجد والله يا جماعه الميزان عنده بايظ، يمكن كنت بوزن لكم الدورات اللي فاتت، كنت متابعين دايما الوزن معايا، بس للاسف معلش بقى يعني ايه، هنحاول ان احنا بس ايه الدوره ديت، وبعد كده ان شاء الله هنبدا ان احنا يعني ايه زي ما قلت لكم هنجيب ميزان، وان شاء الله يا اما هنصلح يا اما، بس انا فعلا والله مش عارفه انا اصلا اي حد بيصلح موازين، فاللي يعرف يكتب لي في الكومنتات، لان انا عندي الميزان عايز اصلح الشحن بتاعه مش يعني ايه، ممكن انا احطه في الشحن مسافه، بس ما اشيل الشحن منه ابص الاقيه بيصفر ما بوزنش. لو حد بقى يعرف حل الموضوع دوت برضه اكتب لي في الكومنتات. يلا كده نشوف الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني انا بصور لكم كده، وزي ما قلنا قبل كده انه يعني ايه بنحاول ان احنا نجوع الفرخ كام ساعه كده، وبعد كده ان شاء الله بنحط لهم العلف، علشان ده مهم جدا للفراخ في الصيف. تمام، بعد كده بنعمل لهم الوصفه بتاعتهم اللي احنا ان شاء الله هنشوفها معاكم، اللي هنعملها معاكم دلوقتي. الوصفه اللي انا هعملها دي يا جماعه يعني ايه وصفه كويسه جدا، كمان بالذات للكوكسيدي. انا كنت دايما بقول لكم ايه، الفرخ لما بوصل عمر 16 يوم لازم جرعه للكوكسيدي. طالما الفرخه عندنا الحمد لله ما فيش فيه كوكسيدي ولا في اي حاجه، برضو ايه لازم بنعمل لها قوقاء كده. فانا النهارده هعملها قوقاء. اول الناس اللي بتجيب جرعه من عند البيطر ومتعوده ان هي تجيب جرعه، ممكن هي برضو ايه تجيبها دلوقتي وتحطها لهم، حتى لو الفراخ ما عندهاش كوكسيديا، حاجه كده قوقاء له. تمام، فبس يعني ايه ساعات بقى يعني بنمشي الدوره كده من غير اي حاجه خالص، طالما احنا يعني الحمد لله الفراخ سليمه وما فيش فيها اي اسهالات، الدوره بتبقى ماشيه معايا كويسه، خلاص انا بعمل لهم بقى ايه حاجات كده ايه طبيعيه من البيت وكده. تمام، بالنسبه بقى للناس اللي هي يا جماعه بس عندها الفراخ عندها اسهال احمر، ده طبعا بتبقى وصلت لمرحله الخطر، وخدوا بالكم الموضوع ده كويس، لان في ناس ممكن تشوفه وبعد كده خلاص ممكن ايه تقول هيروح لوحده او كده، او انا هعمل خلطات عشان يروح. لا، الاسهال الاحمر ما بيروحش بالخلطات، عشان تكونوا واخدين بالكم. ليه بقى؟ لان كده يعتبر الفرخ داخل في مرحله خطر. لو كان في الاول كنا منه يعني كنا ممكن نهضنا الموضوع بالخلطات الطبيعيه زي اللي احنا هنعملها دلوقتي ديت، زي مثلا الشيح، زي الحاجات اللي احنا ان شاء الله هنعملها. انا النهارده بعمل الخلطه، والخلطه دي برضو يا جماعه كويسه جدا للاسهال الاحمر لما يكون لسه في البدايه خالص. تمام، يعني لما يكون لسه الفرخ ايه لسه في بدايته كده، الاسهال اصفر او بني يعني ايه ده بيبقى في البدايه، ممكن احنا نعمل الخلطه دي معلقه بن اللي احنا ايه شفناها مع بعض. اول حاجه معلقه بن عادي اللي احنا بنشربه، اي بن عندك متوفر. تاني حاجه معلقه شيح، وانا خدوا بالكم معايا بالمعلقه الكبيره. هنحط عليهم معلقه كبيره ميه، قصدي كوبايه كبيره ميه، معلش كوبايه كبيره ميه من اللي هي كوبايه الميه الكبيره ديت، ونقلبهم كويس. هنحطهم على النار، وخدوا بالكم في مكون برضه هنحطه، بس مش هحطه دلوقتي، المكون ده كويس جدا جدا، لازم ضروري يا جماعه حتى نحطه كل يوم في الصيف. تمام، فانا حطيت الوصفه اهيت، هغطي عليها، لان طبعا اهم حاجه عشان الوصفه تبقى ناجحه معاكي وتجيب معاكي نتيجه لازم تغطي عليها كويس. نسيبهم كده على النار يغلوا لمده 5 دقائق على نار هاديه واحنا مغطيين عليهم، حتى بعد برده ما نشيلها من على النار وتبرد هنفضل مغطيين عليها خالص لغايه برده ما تبرد معايا، وكل البخار اللي موجود على الغطاء اللي فوق اللي انا مغطيه به
ينزل في قلب الوصفه بتاعتي. تمام، بعد ما بردت بقى معايا هنبدا ان احنا ان شاء الله نحطها للفراخ. زي ما انتم شايفين كده معايا الساقيه ديت دي بتاخد 4 رغل ميه. تمام، وطبعا الكوبايه اللي انا عملتها كلها هاخدها على ال4 لتر ميه اللي انا عملتها ده، حتى لو هي برضو غليت او قلت شويه برضو هحطهم هم. تمام، يبقى احنا عرفنا المقدار: معلقه بن بالمعلقه الكبيره طبعا بتاعه الاكل مع معلقه شيح كبيره، نسيبهم يغلوا لمده 5 دقائق. بعد كده هنقوم جايبين الليمون، وطبعا الليمون لازم احطه بعد الميه ما بتبرد معايا او بعد الوصفه ما بتبرد، بس انا حطيتها معاكم على الميه بتاعتهم. ليمون 2 اتنين كبار هنحطهم على 4 لتر ميه. والليمون من الحاجات الكويسه جدا جدا اللي كويسه للاسهالات، خدوا بالكم الليمون من الحاجات الكويسه جدا. يمكن حتى لما كان مثلا اي احنا البني ادمين ولا حاجه، لما يكون مثلا في حد عنده اسهال ولا حاجه بنعمل شاي وبنعمل ليمون. احنا طبعا استبدلنا الشاي، حطينا بداله البن، والبن من الحاجات الكويسه جدا جدا للاسهالات. ممكن برضو اللي حابب يعمل شاي على الوصفه دي تحط عليها معلقه شاي، بتبقى برضو كويسه جدا. تمام، الليمون برضو يا جماعه حتى لو انا مش هعمله على وصفه زي دي، ممكن اعمله للفراخ عندي الصبح كده على الريق، هتبقى من الحاجات الممتازه مع معلقه عسل. خدوا بالكم الليمون مع العسل من الحاجات الكويسه جدا جدا اللي بتفتح برضو شهيه الفرخ، وفي نفس الوقت مطهره لمعده الفرخ. يمكن حتى لما يكون مثلا في دكتور بيطري ولا حاجه نقول له الفراخ عندها كوكسيديا ولا حاجه، بعد ما يقول لك مثلا بعد ايه ما بتاخدوا الجرعه بتاعه الكوكسيديا حاولي ان انت تحط لهم عسل. يعني بعد ما بتخلص الجرعه بتاعه الكوكسيديا بنحط لهم العسل علشان ايه؟ تطهر معده الفرخ. فدايما على طول يا جماعه نعمل الموضوع دوت، حتى مش لو مش هنحطها علشان مثلا كده، لا بنحطها علشان اصلا هو فاتح شهيه. العسل من الحاجات الكويسه جدا اللي بتفتح الشهيه. تمام، الليمون على العسل كويس جدا، وان شاء الله برده هعمل لكم فيديوهات تانية. الناس اللي هي دايما عايزة حاجة كده تنزل حرارة الفرخ من جسمه، ان شاء الله هنحط حاجات تانية كتير بإذن الله في الفيديوهات الجاية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تحطوا لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.